لتعليقي على الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي. مرحبا بك أستاذ شاهو. حياكم الله. وأيضا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخيرات والبركات. نبدأ معك أستاذ شاهو القرداغي، يعني كيف تنظر إلى اتساع نطاق التظاهرات في العراق، وإلى أي مدى ترى أن الحكومة قادرة على إيقاف هذا الحراك الكبير والآخذ في الازدياد في الزخم؟ تحياتي لكم وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. حقيقة هناك عدة نقاط تميز المظاهرات الحالية عن المظاهرات السابقة أو الحراك الموجود في المرات السابقة. أولا، تجاوز موضوع الطائفية، هذا الأمر جمع كل أطياف الشعب العراقي، ونرى أن الجميع يضحك على هذه الاسطوانات التي تريد أن تزرع الشقاق والفتنة بين المتظاهرين، وبالتالي هناك تجاوز لهذا الموضوع ومشاركة واسعة من قبل الجميع. ثانيا وهو الأهم، مشاركة كافة الشرائح، يعني نحن نرى أنه هذه التظاهرات لا تقتصر على الشباب، على النساء، بل تجاوزت إلى الطلبة والطالبات، وأصبح طلاب الجامعات لديهم وعي كامل، حتى طلاب المدارس، بضرورة الخروج والتغيير والمطالبة بحقوقهم. الأمر الثالث وهو الأهم، أعتبره هو الأهم، وهو زيادة الوعي. هناك وعي جماهيري الآن، نشعر بأن أبسط متظاهر في ساحة التحرير يمتلك وعي سياسي لا يمتلكه أي سياسي، يعني لديهم وعي وإدراك كامل بوجود الأخطاء، بوجود الفساد، يعني يعرفون كل الأرقام الموجودة، كل الفساد الموجود. هذه الأمور تقوي وتزيد من حماسة المظاهرات وتزيد من انتشارها، وتضعف احتمالات التدخلات الحكومية فيها، لأن الحكومة لديها عدة وسائل لتغتير المظاهرات أو إدخال الفتنة والصراعات الداخلية فيها أو محاولة استغلالها للمساومة عليها، وبالتالي تفشل هذه المحاولات أمام هذه التظاهرات السليمة والصحية والقوية في الشارع العراقي، وتلجأ الحكومة عند هذه النقطة إلى العنصر التالي، وهو الخيار الآخر التي أفصح عنه الأحزاب الحاكمة، وهي خيار الفوضى. عندما يهددون بالفوضى، هذا يعني أنه إذا لم تنهوا التظاهرات بشكل سلمي، نحن سنحول هذه التظاهرات إلى الفوضى. إذن أستاذ شاهو، أنتقل بهذه النقطة إلى قحطان، الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور، يعني قادة العملية السياسية يعني دائما عندما تشتد الأزمة عليهم يهددون بفوضى قد تعم العراق. شركاء العملية السياسية ما زالوا يراهنون في هذا المنعطف التاريخي في تاريخ العراق على ما راهنوا عليه في المرحلة الماضية من مسألة الخداع والتضليل السياسي، وكما ذكر هنا ضيفنا الأستاذ شاهو القرداغي بأنه يهددون بالفوضى التي قد تعم العراق، وذلك لكي يخرجوا من المأزق الكبير بفعل انتفاضة تشرين. هل لهم حظوظ هذه المرة للإفلات دكتور قحطان؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز بالقناة وبضيفك العزيز الكريم، وأقول يا الله رحمتك الواسعة على شهداء العراق وعطفك ولطفك بجرحاه. نحن أيضا نقول الحمد لله والشكر أن الشعب العراقي وصل إلى مرحلة الوعي التام للأمور ولمجريات الأمور ولمآلاتها المستقبلية، وبالتالي شارعنا أدرك أن العملية السياسية برمتها بسقوطها بآلياتها باتت في حقب المنتهي، وبالتالي لا تنطلي على الشعب أي إجراء أو أي حيلة أو أي حلول ترقيعية وأي ما يحلمون به هذه الطغمة التي حكمت العراق منذ الاحتلال إلى حد الآن. أما الانذار في حدوث فوضى من هذا القبيل أيضا ثبت بطلانه من الآن، لأنهم قالوا بالأمس أن هناك مندسين ما بين التظاهر والتظاهرين يقتلون الناس ويسرقون ويحرقون. أنا اليوم كنت في الساحة، هدأ قصف الحكومي البغيض قليلا والناس استقرت ولا أحد أساء لأحد، والشرطة سياراتهم بين المتظاهرين سيارات أخوة لهم وفيها ناشيد وطنية بالفرحة بالنصر. إذن نحن نقول مدركين حقا أن أي حيلة لن تنطلي بعد، وأي وعد زائف لن يقبل، وأن الشعب قد رفض هذه الحكومة، هذه العملية برمتها بآلياتها بشخوصها بكل شيء،
ولا يرضى الشعب إلا بتغيير حال العراق وتكوين ترتيبة أخرى تماما مغايرة عما كان عليه قبل 11. ابقى معنا لو سمحت دكتور قحطان الخفاجي. سيد شاهو، يعني تحاول بعض قوى العملية السياسية الشريكة شراكة فعلية وكاملة في الفساد والتدهور منذ 17 سنة، يعني تحاول الآن الزج بنفسها إلى داخل خندق الانتفاضة، يعني مع ازدياد الوعي الجماهيري الكامل بأن شركاء العملية السياسية هم السبب في كل ما يجري في العراق، إلى أي مدى تتوقع أن تنجح هذه المحاولات؟ هذه الأطراف التي هي ساهمت في اختيار عبد المهدي الآن هي أيضا تأتي وتطرح مبادرات لإنقاذ العراق، وهي مشاركة في وضع عبد المهدي على منصب رئاسة الوزراء. نعود إلى الماضي قليلا، عندما وصل رئيس الوزراء الحالي عبد المهدي للسلطة خرجت الأقلام كتبت أن الرجل لديه خلفية اقتصادية وسيقوم بالتغيير والإصلاح ونهضة اقتصادية للبلاد. رأينا أنه وعنده خلفية ليبرالية أيضا ويدافع عن حقوق الإنسان، ولكن في أول امتحان وفي أول خروج جماهيري ضده استخدم كل وساليب القمع ضد هؤلاء، وبالتالي ضد المتظاهرين، وبالتالي الوجوه القديمة لم تعد تنفع. عبد المهدي بما أنه كان جزء من المنظومة القديمة، تكرار إعادة وجوده وإعادة تنصيبه بهذا المنصب لم ينفع، وهذا ما نراه اليوم من قمع مظاهرات يؤيد هذا الأمر. البعض عندما حاولوا ركوب الموجة من جديد جاءهم الرد من الشارع. نحن سمعنا منذ أمس هتافات في عدة مناطق في البصرة وبغداد تؤكد أن الشعب لم يعد يقبل بهذه الوجوه من جديد، بل يريد وجوه جديدة، لأنه جرب هذه الوجوه، جربهم في مناطق يعني في أوضاع حساسة، في أوضاع مصيرية، لم يقفوا بصف الشعب بل وقفوا بصف مصالحهم الشخصية والضيقة وأيضا الأجندة الخارجية التي تفرض عليهم. أنا أتوقع أن هذه المبادرات هي جزء من خيارات إيران للسيطرة على الوضع وأيضا لإخماد التظاهرات عن طريق العنف، عن طريق ميليشيات، ثم عن طريق الزج بهذه الوجوه من جديد لإعادة تدويرها من جديد وإقناع الشارع بها. ولكن كما قلت في النقطة الأولى، الوعي تجاوز هذا المسألة. الوعي الجماهيري، الجماهير هي التي ترفض هذه الوجوه قبل أن ترفضها النخبة. نعم. دكتور قحطان، تعتقد أن الخلل موجود في شخص عادل عبد المهدي، خاصة أنه يعني تسلم منصبه في 25 أكتوبر عام 2018، تعتقد أن الخلل في شخص عادل عبد المهدي أم في المنظومة الحكومية، خاصة للحكومات المتعاقبة بعد غزو العراق عام 2003؟ هذه المقولة أن عادل عبد المهدي جديد على المسؤولية وأن قد لا يشكل هو السبب الأساسي في ما أصل إليه العراق، هذه كذبة لا تنطلي إلا على السذج من الناس أو على أنفسهم بالذات. لأننا ندرك أن المنظومة التي أتى بها الاحتلال من 2003 هي منظومة متكاملة مرتبة بشكل علمي بمقادير وحسابات الجهة التي أنت بها الاحتلال لكي تصل العراق إلى ما وصلت إليه من معاصي. وبالتالي عادل عبد المهدي هو أساس ومشارك ومساهم في حالات التردي التي شهدها العراق، وبالتالي لا يمكن أن نقول أنه غير مسؤول عن الفترة التي سبقت، لأنه تكملة وحالة مكملة لبعضها. وبالتالي عبد المهدي، المالكي، جعفري، علاوي، كل مسميات هي حالة مع بعضها تنتج ذاتها بذاتها لا فرق عند العراقي بعد هذه المآسي بين هادي وبين عادي العمري والكل، وسيما أنه بالذات عادي المهدي جزء من فساد ثبت بما يقبل الشك في موضوع مصرف الزوية. أستاذ شاهو القرداغي، خيارات إيرانية ذكرتها هناك لإخماد هذه التظاهرات. قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني هدد مباشرة المتظاهرين وقال إن فيلق القدس يعرف كيف سيتعامل مع المتظاهرين في العراق، كيف تنظر إلى هذه التهديدات؟
صراحة هذه تهديدات أولا هي تدخل سافر في الشأن العراقي ونحن نتذكر عندما السفير السعودي السبهان عندما تحدث فقد انتقد ممارسات الميليشيات، فورا تم إبعاده واستنكار الأمر والتنديد بهذا الأمر وضجة كبيرة أحدثت داخل الحكومة العراقية رفضا لهذا الأمر، بينما نرى أن اليوم قاسم سليماني يتدخل وأيضا يصرح بهذه الطريقة ويعبر عن استعداده، وأيضا هو الذي يشرف على الميليشيات الموجودة داخل العراق في كيفية، يعني نحن رأينا أن القمع الذي ارتكب ضد المتظاهرين هذا القمع لا يرتكبه ميليشيات بدون إدارة وتوجيه دقيق منظم من قبل دولة، تم تجهيز هذه الميليشيات بكيفية التعامل مع هذه الظروف، هذه المظاهرات، لأن إيران تدرك أن المواطنين قد يخرجون في أي لحظة ضد هذا النموذج الفاشل للحكم، وبالتالي تم تجهيز هذه الميليشيات وبإشراف خارجي وبإشراف إيراني، وهذا يعني أن لا يوجد لحكومة عراقية، يعني تصريحات قاسم سليماني وأيضا تدخلاتها يؤكد أمر واضح أن المسؤولين عن قنص المتظاهرين وعن قتل المتظاهرين هي جهات فوق الدولة وفوق القانون. وماذا يؤكد هذا الأمر؟ يؤكده عجز الحكومة العراقية إلى الآن في الكشف عن هوية القناصين والميليشيات الموجودة، وإلى الآن تحاول أن تشكل لجان لتعبر الأمر، إفراط في استخدام القوة وبعض أخطاء فردية داخل القوات الأمنية، ولكن هذا لا يبرئ مسؤولية الحكومة في حماية المتظاهرين أولا، وثانيا الكشف عن الجنات الرئيسيين، وبما أنها عاجزة عن هذا الأمر إذن هذه الميليشيات أو هؤلاء القناصين يعني يخضعون لأوامر خارجية وهم فوق الحكومة، وبالتالي الحكومة عاجزة عن محاسبتهم. دكتور قحطان، اللجان المنظمة للتظاهرات في البيان يعني لخصت مطالب الشعب العراقي في 6 بنود: كإقالة الحكومة، حل البرلمان، تجميد الدستور، حل الميليشيات، وأيضا تشكيل حكومة إنقاذ وطني. إجمالا كيف تابعتم هذه المطالب؟ هل ستحقق مطالب العراقيين ما يصبو إليه المتظاهرون؟ المطالب لحد الآن إلى حد كبير وإن هي تبدو مختلطة وواسعة وقليلة وكثيرة وكل الممكن الوصف يصح فيها، ولكن نعم نحن أيضا كعراقيين، نحن نعم محللين سياسيين، ولكن كعراقيين أيضا متابعين بدقة الأمور. نعم. المطالب الأساسية باتجاه إنهاء العمل بالدستور وإنهاء بالآليات التي أعدت بعد 2003، حكومة أعمال، إعداد لجنة وطنية لتهيئة الانتخابات القادمة بإشراف الأممي بآليات وبقواعد قانونية وبتشريعات منطقية جديدة تتعدى ما كان سائرا قبل بعد 2003. نعم هي مطالب مشروعة. أما المطالب الأخرى التي يذهب إليها بعض الأشخاص من تعديل حال صحة أو هذا تحصل حاصل، لأن كل المآسي التي يشهد العراق وكل معاناة العراقيين سواء الصحية أو الخدمية أو الغذاء أو العمل أو هو نتيجة للحالة الفاسدة التي تتمثل في الحكومة وفي نظامها السياسي الذي لا ينتج إلا حكومة أسوأ من أختها وتشتر نفسها بنفسها وتغير الوجوه الشكلية وليس الحقيقية. إذن أتمنى من العراق الشعبي أن ينضج هذه الرؤية أو رؤيته باتجاه تغيير العملية السياسية برمتها وإبداء تعديل صحيح وفق ضوابط منطقية عقلانية، حكومة تصريف أعمال، إنهاء الدستور وإخذ عمل به. هذه المطالب الأساسية التي تضمن العراق تجر جديد أو صيغة جديدة أو بيئة حقيقية لكي تؤتى بأناس عراقيين أكفاء غير من حاملية جنسيات مزدوجة وغير التابعين لقوة إقليمية ودولية بالتأكيد، وغير الذين سبق لهم المساهمة في هذه العملية السياسية الباطلة، وأيضا بالتأكيد محافظين فاسدين وسواها، كلها هي تكمل بعضها البعض. ولكن تغيير العملية السياسية وإبدالها بعملية عقلانية علمية منطقية عراقية وطنية حقيقية هي التي تفضي إلى حالة إيجابية مع ظهور إشراك المجتمع الدولي، لأن يعني المجتمع الدولي هو من كان له دور كبير في إيصال العراق لما هو حاليه الآن، لأنه أجاز الاحتلال الأمريكي والأمم المتحدة مسؤولة عن الشعوب. إذا هذه المطالب بالذات تتنضج بهذا الاتجاه يكون الأمر جيد. نعم.
أستاذ شاهو، وقوفا على المطلب الرابع من تلك المطالب، حل الميليشيات الإيرانية، المرشد الإيراني علي خامنئي اتهم التظاهرات في العراق أو وصفها بأنها أعمال شغب. بالمقابل الشعب أو المتظاهرون هناك مطالب لهم، من ضمنها حل الميليشيات التي تعتبر الذراع الإيراني في العراق، ولكن هنا موقف الحكومة من ذلك، لماذا لم ترد أو الحكومة على تصريحات علي خامنئي على الأقل بوصفها تدخل سافر في الشأن العراقي؟ نبدأ من تصريح خامنئي. تصريحه يؤكد قلق إيراني جدي من المظاهرات الموجودة، وخاصة يأتي بعد توجيه حزب الله عناصره لضرب المتظاهرين ومحاولة إنهاء التظاهرات في لبنان، وأيضا يأتي في وقت تم يعني تجربة كل أنواع القمع مع المتظاهرين في العراق، ولكن إلى الآن لم ينتهي ويتوسع هذا الأمر، وهذا ما يفسر هذا القلق الإيراني وتصريح خامنئي بضرورة إنهائه، يعني هي مثل توجيهات، إرسال رسائل إلى هو سماهم المخلصين، وطبعا المخلصين لإيران داخل العراق من الميليشيات الموجودة، بإنهاء هذه المظاهرات. الحكومة العراقية حكومة يعني ليست لديها القدرة على الرد على تصريحات الخامنئي أو وضع حد للتدخلات الإيرانية. نحن نرى أن المتظاهرين عندهم وعي بأنهم يخاطبون الأصيل مباشرة. لماذا لا تمتلك الحكومة القدرة على الرد؟ لأنها حكومة مشكلة من مجموعة أحزاب سياسية تاريخيا لديهم علاقات مع إيران، وبالتالي هم تدربوا وأيضا قاموا بمشاركة في الحرب في جانب إيران ضد العراق، والآن هم يديرون هذه العملية، هم يديرون هذه الدولة، وبالتالي لن يقفوا ضد الدولة التي احتضنتهم ودعمتهم وأوصلتهم إلى هذا اليوم. وبالتالي هذه الحكومة بالأخير حكومة تابعة. لماذا المواطنون يخاطبون الآن الإيرانيين مباشرة؟ لأنهم يخاطبون الأصيل، لا يخاطبون الوكيل. يعرفون أن الحكومة العراقية حكومة ضعيفة، والحكومة العراقية عاجزة جدا عن الرد على هذه التدخلات الإيرانية واعتبارها تجاوزات على سيادة العراق، لأنها أصلا لم تنجح في بناء سيادة منذ 2003 إلى الآن. يعني منظومة السيادة غير موجودة في العراق، التدخلات الخارجية سواء إيرانية أو غيرها تحصل بشكل واضح منذ 2003، ولا يعني لا يحتاج إلى إثبات هذا الشيء. وبالتالي هذه الحكومة وليست من اهتماماتها أيضا أن تحافظ على سيادة العراق، هي اهتماماتها الفساد، سرقة أموال النفط، وأيضا الاستمرار وبناء الميليشيات وتوفير حاضنة لهذه الأحزاب الموجودة، وبالتالي هي لا تفكر في بناء الدولة. يعني لذلك نرى أن ممارسات هذه الأحزاب يعني تشبه ممارسات رجال المافيا وليس رجال الدولة الحقيقيين والمخلصين الذين يريدون بناء دولة حقيقية تحافظ على كرامة المواطنين ولا تسمح للخارج بالتدخل. أستاذ شاهو، أنتقل بسؤالي الأخير إلى الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور، بأقل من دقيقة، تعتقد أن الأيام المقبلة ستشهد رفع الراية البيضاء من قبل الحكومة، حكومة عادل عبد المهدي، أم ستختار هذه الحكومة يعني المسار الدموي؟ ما هو توقعاتكم؟ أنا أتوقع والاستسلام ليس بعيدا، ولكن نخشى القوة التي تمتلك سلاح فعال وترغب ببقاء هذا النظام موالي لإيران كهذه المجموعة هي التي قد يكون لها قول الفصل بالدم. لذلك نخشى ما نخشى أن تكون هذه المجاميع بهذا الاتجاه تفكر. أستاذ شاهو، كيف إلى أي مدى تعتقد أن هذه التظاهرات ستكون القاسمة لظهر النفوذ الإيراني في العراق؟ هذه التظاهرات خرجت بعد تراكمات كبيرة وبعد زيادة وعي كامل لدى كافة شرائح المجتمع العراقي بضرورة إنهاء التأثير والنفوذ الإيراني الذي أثر سلبا على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل العراق، وبالتالي أعتقد أنهم لن يقبلوا بإصلاحات شكلية، بل سيطالبون بإصلاحات جذرية تنهي هذه التدخلات، أو على الأقل تقوم بتحديدها، يعني تقوم بخفضها، ولن يعودوا إلى منازلهم دون تحقيق هذه المطالب مرة أخرى. نعم، نشكرك شكرا جزيلا ضيفنا في الاستوديو الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي، وشكرا لك شكرا جزيلا ضيفنا عبر الهاتف من بغداد الأستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي.